على جول 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 جول. ده اول يوم، ده طبعا حاجه. قبلها بيوم رحت جبت طقم النادي، طقم انا اللي رحت جبته وكوى وظبط، وجبت شراب واشتريت ستايلز جديد مخصوص. وده كان اول يوم ادخل في النادي جيت بالطقم ده. في ناس كتير ليها فضل كبير عليا ان المستوى يتحسن كل فتره عن الثانيه، بدايه من كابتن بدر رجب، كابتن جمال السيد، كابتن محمد السيد، وبعدها كانت فتره كابتن سيد غريب، وكابتن احمد يونس، وكابتن علي ماهر، وكابتن عبد الناب عاشور، وفي برضو كابتن تامر حفني، وكابتن سمير كمونه طبعا، كابتن اسامه حسني، وكابتن عادل عبد الرحمن اكيد، كابتن عادل يعني عارف كابتن عادل كان من بدري، بس هو انا ما اتمرنتش معاه يعني ايام كابتن لما كان هنا بيمرن في النادي كنت انا في الفرقه الصغيره، فكابتن عادل كان عارفني. فاول ما كابتن عادل جه هو عارف ان انا متربي هنا في النادي، ما فيش، بس هو في حاجات كانت ناقصه كابتن عادل كان بيكلمني فيها، حاجات ان انا ازودها في الملعب، وكان هو بيشغلني مع اشتغل معاه بعد التمرين ونزودها، والحمد لله اتحسنت، وان شاء الله نعلى واحده واحده، وان شاء الله ابقى فوق في الدرجه الاولى. اكيد طبعا كان في اللحظات اللي ما تتنساش، اللي ما نسيتهاش البطوله بتاعت ابو ظبي كانت في الامارات، كان ماسكنا ساعتها كابتن سامي، ده ليه فضل كبير قوي عليا، هو وكابتن اشرف ابو زيد. يعني في السنه دي الواحد طلع كل يعني كان ساعتها بقى بدايه الاسم في الحداشرات، يوسف علاء ساعتها كان ميسي بقى، بدا لقب ميسي السنه بتاع كابتن سامي دي، ان هو اشتغل من اول السنه بصراحه على الفرقه كلها، خلى كله واقف على رجله، والحمد لله البطوله دي يعني ما اقدرش انساها، لان البطوله دي كسبنا فيها فرق كبيره زي اتلتيكو مدريد، وكسبنا بوتافوجو البرازيلي، وكسبنا الوحده الاماراتي، يعني عملنا بطوله كويسه، دي من اللحظات اللي ما تنسيش. كان في طبعا الجونين عمر رضوان ومحمد الغندور، دول من احسن الاجوان في سن 97 كلها، وقالوا من احسن الاجوان في مصر. وفي كان فرماوي وبيكم، احمد رمضان بيكم بتاع دجله، وكان ساعتها عمر رجب الباك رايت والسعداوي، وكان نونو الله يرحمه محمود كان معانا، وكان بيلعب نيدفيد وناصر ورمضان وفادي وانا. اهم الاهداف اللي ما انساهاش في بطوله ابو ظبي كان ماتش الزمالك، اول هدف في جبته في يعني كان تاني هدف جبته في البطوله، بس ما هدف ده ما انساهوش في ماتش الزمالك. الماتشات اللي انا لعبتها في الناشئين ضد الزمالك كانوا اربعه، جبت فيهم ثلاث اجوان وما اتغلبناش، يعني في ماتش اتعادلنا والباقي كسبنا. اول يوم طلعت فيه الدرجه الاولى طبعا، ده من المواقف اللي ممكن تفضل موجوده معانا، ان كان طبعا حلم اي واحد يلعب في النادي الاهلي، في الدرجه الاولى كمان في النادي الاهلي تبقى بالنسبه لاي انسان حاجه كويسه، يعني النادي الاهلي ده حاجه كبيره، فان اول يوم ابقى فوق في الدرجه الاولى بلعب مع ناس اسامي كبيره زي كابتن حسام عاشور، كابتن احمد فتحي، كابتن حسام غالي، كباتن، دي كلها طبعا شرف لاي حد. انا شايف ان حياه لعيب الكوره صعبه طبعا، لان انت بتحرم نفسك من حاجات كتير، لان انت احنا برضو اللعيبه بتنام بدري وتصحى، يعني نظام بتبقى حياتك كلها لازم تكون منظم فيها، عشان لما تحرم نفسك دلوقتي هتلاقي قدام ان شاء الله. من اللحظات اللي انا ما انساهاش مباراه المئويه بتاعت النادي الاهلي كانت ضد برشلونه، كان نزلنا اللي هي الفرقه ال 97 و96 نزلنا اتمرنا قبل الماتش، كان اول مره يعني نشوف الجمهور ده كله في الملعب، يعني احنا اول ما دخلنا الناس صفرت وكانوا مبسوطين ان احنا نتمرن قبل ما يشوفوا الماتش بتاع برشلونه، دي كان بالنسبه لنا حاجه كويسه، وان احنا نشوف الجمهور ده واحنا لسه في السن الصغير، كان عندنا 10 سنين، كنا يعني كان احسن لحظه شفتها بصراحه، نشوف الجمهور ده كله في الملعب. وكان طبعا ساعتها مسكنا يعني شفنا مسكت ايد رونالدينيو ساعتها واحنا نازلين الملعب، فدي برده من اللحظات اللي ما تنسيش. من اقرب الناس ليا في كريم نيدفيد من الفريق الاول، هو كريم معايا من واحنا عندنا 7 سنين، حلم من احلامي ان انا اوصل له في الكوره، ان انا العب درجه اولى في النادي الاهلي ان شاء الله، واحقق بطولات كتيره مع النادي الاهلي، وان الواحد ما يبقاش مثلا يبقى يعمل تاريخ في النادي ان شاء الله.
وعد جماهير النادي الاهلي ان ان شاء الله هنحقق اكبر عدد ممكن من البطولات، سواء ان انا في فريق الشباب او ان شاء الله في الدرجه الاولى، وان شاء الله نحقق لهم كل البطولات وكل اللي هم بيتمنوا ان شاء الله. اوجه كلمه لوالدي ووالدتي واقول لهم شكرا على كل حاجه عملتوها معانا وكل حاجه ساعدتوني بيها، وان شاء الله اقدر ارد فضل من الافضال بتاعتكم. في النهايه ببارك طبعا للكابتن اسامه حسني على البرنامج، وان شاء الله تكون خطوه كويسه وجديده ليه ان شاء الله وفي تاريخه ان شاء الله.